مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ب ابيسود جديدة من بيبلز واتشز. اليوم رح نعمل انبوكسينج لهيدي الساعة سيكو جيجارو. اوكي، جيجارو هو اسم ايطاليان ديزاينر، هو صمم كتير ساعات سيكو من فترة لحديت هلا، وبعدهم عم بينزلوا ساعات جديدة جيجارو ديزاين. خلينا نشوف هيدي الساعة، هيدي بقلب البوكس، رابينج كتير منيح كان حتى للساعة ما تنضرب. هيدي هي الساعة، ساعة كتير حلوة، فيوتشرستيك لوك، لون اسود مات مع ليمون يلو، هاندز وينديسيز بقلب الدايل. هيدي سيكو كرونوغراف. خلينا نشوف الكود او الرفرنس نمبر، SCED059، هيدا رفرنس نمبر لهيدي الساعة. كرونو يعني اكيد فيها الثواني والدقايق. اوكي، اذا منلاحظ الدايل يلي على الشمال هو الثواني، مثل عقرب الثواني العادي تاع الساعة، الكرونو هو هيدا العقرب الموف البربل. اوكي، بس نشغل الكرونو هو اللي بيعدل لنا الثواني، وكل دقيقة بتمرق بتسجل الدقايق. اوكي، وهون بنلاحظ هيدا الدايل، اي ثينك بما انه هون مبين 24، هو ال 24 ساعه، يعني بنعرف اذا ليل ولا نهار. مثلا هون الساعه 11 الا ثلث او الا ربع، يعني هون 11 الصبح ولا 11 بالليل، هذا ببين لنا انه الساعه 11 بالليل لانه رح يوصل لل 24. اوكي، اذا كان الساعه 11 الصبح هيدا لازم يكون قبل 12 هون. اوكي، اكيد هيدي الساعة هلا حاليا مش مزبط التايم فيها، بس هيدا شغلة. اوكي، خلينا نبلش. الدايل كتير حلو مثل ما حكينا فيوتشرستيك لوك، اذا ملاحظ في هيدا اللاين جي اسود قاطع الدايل تقريبا بالنص. الدايل منه جالس مثل باقي الساعات، جاي شوي مغروب على اليمين، يعني اذا بمسك الساعة هيك جالس بتلاحظوا انه الدايل جاي الوق لجهة اليمين، يعني هيك هي جاي الساعة بشكل مزبوط، بس تنلبس بكون تقريبا لاوق. اوكي، مثل ما حكينا هيدا في هون اسود قاطع الدايل بالنص، فوق مات هو اسود تقريبا تشاركو جاي فحمي شوي اللون مثل الكيس والبريسلت، اللي بالنص جاي اسود، اسود كتير مش تشاركول يعني، وتحت جاي تشاركو. اوكي، في الشابترينج جاي على الطرف، في الانديسيز من لون الفوسفوري او الليمون نقله، كتير حلوين. عقرب الكرون والثواني جاي باللون الموف، عاطي تاتش حلو كسر شوي الاسود واللمن. فكرة الكيس كتير ببين عليه البصمات، الماتيريال تاعيته ببين عليه البصمات والبصمات العربية ايدنا. اللوجو للسيكو هو برينتد، والكرونوغراف برينتد. الكيس كله مات بلاك، الكيس باك هو ستينلس ستيل. مثل ما ملاحظ على الكيس باك هون على الضو محطوط، خليني اشوفها بس شوي هون. اوكي، جيجارو ديزاين. هيدي الساعة هي limited edition،
معمول منها مثل ما بنلاحظ هون 1000 قطعة. هيدي القطعة، هيدي الساعة، هي رقم 275 من هيدول 1000. اوكي، فما في غيرها هيدي الساعة بهيدا النمبر، وما في، ما تصنع الا 1000 حبة من هيدي الساعة. هلا في كذا ديزاين، كذا لون بالاحرى لنفس الديزاين، منه بيجي سيلفر مع اورانج، منه اسود مع احمر، مش لمن مثل هيدي، بس هيدي كتير حلوة. خلينا نشوف الكرونو، بنمشي الكرونو، بيمشي عقرب الثواني، ستوب، ريسيت، رجع لمحله. اوكي، البريسلت كمان مثل ما حكينا هو مات بلاك. صراحة ما بدي اشيل هيدول النايلون، الساعة مش لإلي صراحة، بعد واصلة ومنا لإلي، خلي الاونر هو ينبسط يفتحها. رول مبروكة. خلينا نشوف الكلاسب. مثل ما ملاحظ هون على الكلاسب السيكو انجريفد، يعني خلينا نشوف هيدي، شيلها برجع برجعها، سيكو انجريفد هون. سيزر كلاسب، بسكر كليك، وهون دبل بوشرز للسيفتي حتى اللي مش دغري تفلت الساعة، نكبسون بيفتح الكلاسب بسكر. الكلاسب مثل ما تعودنا من السيكو، منه اوف هاي كواليتي، سوري دقرنا بالكاميرا. لحظة شوي، خليني اشوف الكلاسب شوي. لا الماتيريال تاعيته ما اشبه شي، بس هون بنلاحظ الكلاسب جاي شوي رفيع، ستينلس، منه سميك. هذا اذا كان ستينلس ما بعرف صراحة، بظن ستينلس بس كوتد باللون الاسود، بس رفيع الكلاسب، ما في سماكة مثل ما تعودنا من السيكو. anyway هذه هي بشكل مختصر. هسكر لنا كلاس. هيدي الساعة بشكل عام. خلينا نشوف ال dimensions للساعة. اوكي، تقريبا 44 43 مليمتر بالوث. اوكي، thickness هي، لحظة، في عنا هون الكيس جاي اوطى من الكيس باك. اوكي، خلينا نقيسها من هون. هون اذا ملاحظين في لها مثل شفة، خلينا نقيسها من هون. thickness 11.3، ساعة رفيعة منا سميكة، ما بتاخد كتير thickness. اذا لابسين قميص او شي بتزحط تحت التياب، تحت الكنزة، تحت القميص. سينا نقول انه هيدي الساعة هي اوكي كرونو، بس هيدي كوارتز، هيدي على بطارية، منا اوتوماتيك ومنا ميكانيكال. اوكي، ف بطارية وتمشي على البطارية، هذا الميكانيك تعولها. بيبقى عنا نشوف الاند لينكس، بس بدي حجم هي اذا زبطت معنا. هيدي كتير ثقيلة، خليني اشوف من هالجهة الاند لينك. eighteen point one, 18 مليمتر، يعني اذا ما كنت تشتروا له بريسلت تاني او تغيروا وتحطوا جلد او اتسترا،
الاند لينك هو 18 مليمتر. اوكي، ف ذاتس ات. كمل هالساعة، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. كمان في شغلة، الكريستال هالإزازة هو هاردلكس كريستال، هي المادة بتاعت السيكو اللي صرنا نعرفها. اوكي، و ذاتس ات. بليز لايك شير للفيديو وسبسكرايب للشانل. اوكي، بشوفكم بابيسود جديد. باي باي.